ناس جت من الجروبات وناس جت لما كنا بنروح الكنائس وبنعرض المنتجات هم بيشتركوا بالفعل. فإذا الأعضاء اللي عندي هم أعضاء فعليين مهتمين بالمنتجات. في شيء تاني مهم في التسويق، إن أنا بعرض منتج حصري مش موجود غير عندي. الحاجة التانية إن أنا لو بعرض منتج يعني في حاجة في البلد ماشية مطلوبة جدا بعرضها بسعر أقل من الطبيعي، بوفرها زي الحاجات اللي خدت ترندات في وقت معين. اللعبة اللي هي كانت سيلينج بوك، الطاولة الروسي صنعناها وبعناها أرخص سعر في السوق، صبارة الراقصة، كل الحاجات اللي كانت مطلوبة والناس كانت بتهتم إنها تاخدها. صحيح. كنا بنوفرها بأسعار قليلة، فبالتالي العميل لما بياخد ما بياخدش دي بس، بياخد غيرها وغيرها وغيرها. لما بياخد الحاجة وتعجبه غيره بيسأله انت جايبها منين، فبالتالي بيخلي العميل التاني ده يشترك معانا وياخد حاجات تانية وتالتة. بس فهي المصداقية وخدمة العميل هي رقم واحد اللي بتخلي يبقى فيه تسويق قوي جدا جدا جدا، يخلي العميل فعلا سواء هيجي المحل او سواء هيتعامل بالشحن او بالتوصيل اونلاين، هيخليه ان هو يبقى معانا على طول، هيعرف ناس كتيرة. يعني في معنا خدام بتراسل كهنة واباء وخدام في محافظات تانية حواليهم من كتر ثقتهم فينا عشان يبيعوا لهم منتجاتنا، وهم نفسهم يعني واخدين الموضوع كفكرة مشروع كبداية. بس هم دول اللي نفسهم ان شاء الله هيفتحوا محلات وزي فروع لينا فيما بعد. طيب دايما اي مشروع ناجح مش بيبقى ناجح بسهولة، يعني دايما كده لازم يبقى فيه مرار، فيه معوقات كده، حاجات في النص. طبعا اكيد دي قابلتك. طبعا في صعوبات ومعوقات قابلتنا كتير جدا، واهمها ساعات الكورونا. ساعات الكورونا احنا ما كناش بنحب نتعامل مع تجار او البنات اللي هي بيبقى عندها جروبات اونلاين، ما كناش بنتعامل معهم نهائي، كنا بنبيع جملة بس. والسبب ان مثلا كانوا بيطلبوا حاجات بألوان معينة بأعداد قليلة معينة، في بقى مرتجعات كتير، فاحنا ما كناش بنشتغل ده. كورونا خلتنا نشتغل ده، اشتغلنا دوت وعملنا لهم مزايا، ادنا لهم بسعر الجملة، وابتدينا نفهمهم مثلا ان بعض المنتجات مش هينفع، الاختيار عشوائي، ابتدوا يتفهموا ده، فهم نجحوا معانا واحنا نجحنا بيهم. وعملنا لهم فكرة مركز الاونلاين، ان هو يبقى بنعمل منتجات هم اوريدي طالبينها. بس الفرق بيننا وبين الشركات التانية اللي بيدعموا الاونلاين، ان احنا الشركات التانية بتعرض منتج، المنتج ده هم جايبينه من تجار عاديين فحاطين نسبة ربح فوق نسبة التاجر اللي هو أساسا مستورد وحاطط نسبة. طبعا بالضبط، فهو حاطط نسبة عالية على الأونلاين، فالبنت اللي بتبيع أونلاين دي هتعمل نسبة أعلى. لا، هي في ميزة احنا بعنا لها بسعر السوق، كأنها نزلت وتعبت وجابت من الموسكي أو العتبة أو أي مكان، احنا بنبيع لها بنفس السعر إن ما كانش أقل كمان، فبتحط نسبة ربح على سعرين على طول وتبيع، فبالتالي هي بتشتغل واحنا بنشتغل. بس فهي الفكرة جت من هنا يعني. فإذا الصعوبات اتحولت معنا لنجاحات ساعة كورونا، وبقت يعني ما فيش صعوبات كتيرة نشكر ربنا قابلتنا، لأن احنا بنحاول نحول ده لنجاح أو لأفكار جديدة يعني.